شباب شركة بيور لاين بقيادة المهندس حاتم فرغلي النهاردة بيمتلكوا خبرات كبيرة في إنتاج الكتكوت الرومي أوبتيما، وشركة هندريكس ساعدتهم بقوة. تعالوا نقابل وائل فرغلي مدير تسويق شركة بيور لاين لتربية وإنتاج أمهات الرومي. أنت نجحت بشكل كبير جدا في أنك تنشر ثقافة تربية الرومي الأوبتيما المحلي، ده قمة النجاح. أكيد في مجهود عظيم جدا اتعمل عشان نوصل لهذه الدرجة. احكي لنا ازاي حققنا ده؟ ازاي القطعان دي نجحت؟ ازاي المربي قدر يثق في كتكوت اوبتيما المصري؟ احكي لنا. الاول الشركه بدات تشتغل على الكتكوت نفسه المحلي، ان هو توصله بنفس المعايير بتاعه الكتكوت الاوروبي، نفس الوزن، نفس المناخ، نفس كل حاجه. تطعيماته كانت في ميعادها، مناعته كانت كويسه جدا، هم عملوا لك بنيه اساسيه تضمن لك النجاح، صح كده؟ بالظبط كده. تسويق دلوقتي الناس بقت هي اللي بتيجي تسال علينا، الناس هي اللي بتدور علينا في كل مكان دلوقتي. كم مزرعه معاكم؟ احنا بنتعامل مثلا مع اكتر من سيكتور، في مزارع، في مربيين، في تجار، في مزارع صغيره، في اماكن ريفيه. فلو احنا مثلا بنتكلم عن المزارع، فاحنا مثلا بنتكلم عن اكتر من 100 مزرعه، اكتر من 100 مربي بياخد مننا. بتربي كتكوت اوبتيما؟ بتربي كتكوت اوبتيما ما شاء الله. وفي موزعين طبعا انت ما تعرفش المربيين اللي بيروحوا لهم، صح كده؟ في تجار طبعا بتاخد، وموزعين بياخدوا بيروحوا للناس انا ما بعرفهمش، بخلاف توزيع التربيه الريفيه. بالظبط كده. بنتابع بقى مع المزارع، بنسمع منهم دايما، بنعمل فولو اب مع المزارع بعد ما بياخد مننا. احنا كده كده بنتابع معاه عشان احنا بنشتري منه الانتاج، بعد كده بنشتري منه اللحمه، هو بيشتري مننا كتكوت واحنا بنشتري اللحمه. حاجه براحته، عايز يبالك، عايز لو لقى سعر اعلى يتفضل. بالظبط، اهلا وسهلا، ده حب على قلبي. احنا تقريبا بناخد باعلى اسعار، بسعر السوق، بناخد بسعر السوق دايما. بنعرض على المربي الموضوع في الاول، لو هو حابب يبيع لنا مفيش مشكله، مش حابب ده حاجه بتاعته. الشركه الفرنسيه العالميه هندريكس دعم بقوه للمشروع المصري، ودربت العاملين فيه على التحصينات وجدول العلف والاضافات باختلاف التركيزات يوم بيوم ومن صيف لشتاء، وازاي يسحبوا السائل المنوي من الذكور وازاي يحقنوه في الاناث، بخلاف تدريبهم على التجنيس للذكور والاناث، وازاي يتعاملوا مع البيضه من لحظه جمعها وتطهيرها وتكويدها لغايه الفأس في المعمل وظهور الكتكوت بعد 28 يوم، والتحصينات اللي لازم ياخدها الكتكوت من عمر يوم ولغايه وصوله للمربين. بجد مشروع محترم.